جئنا اليوم لهذه الحملة ديال التبرع بالدم باش نشاركوا ونساهموا في هذه الحملة اللي نادت بها جمعيات المجتمع المدني هنا في المنطقة. كنشكروا بالأخص جمعية أيادي اللي ساهمت بشكل كبير باش يدار هذه الحملة ديال التبرع بالدم. هذه المادة الحيوية للأسف اللي ما نقدروش نشريوها، يعني ما يمكنش توفر عليها إلا بحملات التبرع بحال هذا النوع. هذا كما كتعرفوا بلي عندنا في جهة سوس الصدرعة كتعرف واحد الخصص كبير في هذه المادة الحيوية والشيء اللي كيأثر على العملية ديال إنقاذ الأرواح. وكنتمناو من الإخوان يزيدوا من العمل ديالهم، مجهودات ديالهم في هذا الإطار هذا باش يكون عندنا واحد مخزون ديال الدم عندنا في المنطقة اللي يكون كافي باش الأطر الطبية يديروا التدخلات ديالهم لإنقاذ الأرواح في الوقت المناسب، حيت عامل الوقت كيكون جد مهم في هذا النوع ديال التدخلات. الأمور دازت الحمد لله بطريقة جد سلسة، أطر طبية هنايا اللي قاموا بالعملية في جد في المستوى، استقبال كبير، ونتمنى إن شاء الله تكرر هذه العملية هذه وتكون بشكل دوري، وتكون عندنا ثقافة في المجتمع بأن التبرع بالدم تكون واحد ثقافة باش يكون دائما عندنا واحد احتياطي مهم باش كما قلنا نقضوا أكبر عدد ممكن من الأرواح البشرية. بالنسبة للقضية ديال التخوف من التأثيرات الجانبية ديال التبرع بالدم، الحمد لله ما كاينش حتى شي تأثير، بالعكس الإعجاز ديال الجسم البشري كيعوض هذه المادة الحيوية في وقت قياسي، وكيمكن من حتى بالنسبة لصحة الإنسان كيجدد الخلايا الدموية. يعني ما كاينش تخوف، وماشي أول مرة باش نتبرعوا بالدم. التبرع بالدم كان عدة مرات، يعني لا في مركز ديال تحقن الدم في أكادير ولا بالنسبة للحملات كيما هكا، وأغلب ديال التبرعات اللي قمت بها كيكون بطلب من الإخوان والأصدقاء والمعارف اللي كنعرفوهم اللي كيطلبوا منك فاش كتكون عندهم شي حالة حرجة في العائلة، يعني كيطلبوا الناس اللي يتبرعوا معهم بالدم. السلام عليكم، الاسم خديجة أبركة، عضوة في جمعية الأيادي للتنمية والأعمال الاجتماعية. نضمنا هذه الحملة أيام 3-4 من هذا الشهر، وكنشكر المحسنين اللي جاوا تبرعوا بالدم. كاين إقبال أزيد من 100 واحد جا تبرع بالدم، خصوصا من الناس ديال منطقة أورير وتمرخت وتغازوت. كنشكر الناس ديال النادي النسوي والأعضاء ديال الجمعية ومركز التحقن بالدم. السلام عليكم، ياسين الهواوي، عضو في جمعية أيادي التنمية والتعاون. الحمد لله هذه المبادرة درنا اللي درنا اليوم كانت واحد كان واحد الاستجابة عند الناس. الحمد لله جات تبرعوا بالدم أكثر من أزيد من 100 شخص، تقريبا شي 120 حتى 130 واحد. والحمد لله حنا نظرا لهذا الخصص اللي كاين تاع الدم في جهة سوس ماسة، فكرنا نديروا هذه المبادرة هذه. كيفاش تفاعل الناس مع هذه المبادرة؟ الحمد لله كاين التفاعل ديال الناس، الحمد لله جاونا الناس البارح، بحال البارح مثلا جاونا الناس تاع مور كاع، حيت حنا نظرا اننا وقفنا مع الجوج جاونا الناس من مورا الجوج، رديناهم حتى اليوم عاوتاني جاوا الناس. الحمد لله راه باقي الناس تيجيو، الحمد لله مبادره دازت زوينه، دازت مزيانه. كاين واحد النداء للجمعيات المجتمع المدني بأورير يديروا بحال هذه المبادرات هادو، حيت كاين واحد الخصاص كبير في الدم في جهه سوس ماسة، وكنوجهوا لهم هذا النداء هذا باش يحاولوا يديروا نفس المبادره اللي دارت جمعيه ايادي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، باسم جمعيه الايادي نشكر جميع من وورير مراخت اللي ساهمين تماس القضيه التبرع اللي كان التبرع بالدم. نشكر مدنا الصحه اللي جوج كاينين غماسين تعاقوا بالدم. او المبادره نذكرت اشكر كدار مدنا اللي كان التبرع بالدم اللي كيدرس في المسائل النتاء، او اننا كي ودي يحتاج جان القضيه اذا من
احتجنا شكو العدد الخصاص اتخسر عمس السبيطار الحسن الثاني اتخسر عمس الحسن الثاني. مساله اخرى الا الاقبال في خلال التبرع بالدم يبدو الا الاقبال بارك الله زياد من 120 كان من ادقام صاصا رغي رساله تبنات الجمعيه تظني باش تحاول ما امكنتك يعني زود المغادره لقين شهريه ولا هو ارن طلب جميع الجمعيات المجتمع المدني وورير خص كان التدخل المسائل هذا خص كان المبادره ارن نشكر جميع المحسنين ارن نشكر حتى السي حسن المراش الرئيس الجامعه الثوري حتى انت ارن السي مغور ارن نشكر السيده المديره النادي نسوي ارن نشكر كل ما ديتنا غيساهم من غماسين المبادره الله يجزيهم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.